لسه مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاءاتنا من داخل معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024، وبيسعدني أن يكون معي الآن الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة التسويق بالخدمات الفضائية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. خليني في البداية أعرف رأي حضرتك من خلال مشاركتك في هذا المعرض. هي وكالة الفضاء المصرية مشاركة في المعرض دوت بثلاث فعاليات مختلفة. الفعالية الأولى قبل المعرض بيوم، ده كان مؤتمر دولي اسمه أفاق الفضاء في أفريقيا والشرق الأوسط، وده بيضم وكالات فضاء العربية كلها وبعض وكالات الفضاء الأفريقية والأوروبية، وده كان بيبحث سبل التعاون بين الدول المتقدمة والأفريقية من خلال مصر. النشاط الآخر هو اجتماع المجموعة العربية. طبعا المؤتمر الاولاني ده عشان مصر مستضيفه ومقر وكاله الفضاء الافريقيه، فبالتالي ده بيدي ثقه لمصر في المنطقه. تاني حاجه اجتماع المجموعه العربيه، لمصر حاليا ترأس المجموعه العربيه للتعاون الفضائي، فده كان اجتماع بيضم كل وكالات الفضاء العربيه او الجهات العامله في الفضاء في الدول العربيه، ومصر متوليه الرئاسه لمده في الفتره الرئاسيه الحاليه. ثالث حاجة هو مشاركة في المعرض نفسه. المعرض نفسه احنا هنا في الجناح بنعرض حاجتين أساسيين: التكنولوجيا اللي اتعملت في مصر في مجال صناعة الفضاء وتوطين صناعة التكنولوجيا الفضاء في مصر. تاني حاجة المرئيات أو المخرجات اللي من الأقمار الصناعية اللي بنقدر نستفيد بيها في مختلف المجالات التنمية في مصر، سواء في الزراعة، في الصناعة، في الزراعة، في المية، في استكشاف الثروات المعدنية، متابعة النحر في الشواطئ، متابعة جودة حتى المياه، ومختلف المجالات، لأن صناعة الفضاء متداخلة في كل الصناعات المتقدمة. فأنت لو عليت بالنقطة التكنولوجية في صناعة الفضاء هتلاقي صناعات أخرى كتيرة يتم في كل قطاعات المختلفة. لو هنتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها اليوم وبتعرضها الوكالة، تقدر إن هي تشارك بيها شركات أخرى؟ طيب احنا هنا وكالة الفضاء هدفها او هي انشئت عشان توطين صناعة التكنولوجيا الفضاء واستخداماتها في التنمية المستدامة. فاحنا بننسق مع مختلف الجهات سواء الوزارات او المحافظات عشان يتم استخدام، مصر بتشتري صور فضائية كتيرة سنويا، فبالتالي احنا بنوفر جزء من الصور ديت من خلال الأقمار اللي تم اطلاقها من وكالة الفضاء المصرية مؤخرا في شهر ديسمبر وشهر يناير الفضل. بالإضافة ان احنا بنعمل تحليل للصور دي عشان يطلع انفورميشن او معلومة تقدر تفيد متخذ القرار ان هو يقدر يعمل مانجمنت للرسورس اللي عنده. هذا التنوع وهذا الحجم من الشركات المشاركة في هذا المعرض، ازاي يعزز من وجود اتفاقات او شراكات متبادلة ما بين الوكالة وما بين شركات اخرى؟ هو طبعا في حاليا امبارح تحديدا يعني كان في طول اليوم اجتماعات مع ممثلي شركات دوليه كتيره جدا عشان بنبحث سبل التعاون. احنا في المؤتمر ده بننسق علاقات استراتيجيه للمستقبل للمشاريع المستقبليه، بحيث ان ده بيبقى فرصه، لان التجمع دوت مهم جدا، لان كل شركات الطيران العالميه هي في جزء منها خاص بالفضاء، فبالتالي تقدر تنسق من حاليا التعاون المستقبلي بيننا وبينهم في سواء في مجال التصنيع او شراء بعض المنتجات منهم او حتى عمليات اطلاق الاقمار الصناعيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور محمد ابراهيم مدير اداره التسويق بالخدمات الفضائيه، شكرا لوجود حضرتك معانا. شكرا جدا لحضرتك ونورتينا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا، ولسه لقاءاتنا مستمرة مع حضراتكم على مدار اليوم.